وأيضا مشاهدينا من الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هو تخرج فتاة عراقية من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية. وبحسب هذه الصفحات التي تداولت الخبر فإن المهندسة العسكرية التي تدعى ليلو مجيد تمكنت من اجتياز دورة لتأهيل الضباط بنجاح وحصلت على التدريبات اللازمة واكتسبت المهارات الضرورية كي تكون قائدة ناجحة. أكيد إحنا اليوم بعض الصفحات تداولت هذا الخبر فخراً لأنه نشوف أنه اليوم النساء العراقيات يقدرون يسوون الكثير والكثير.